يا ترى ايه مدة الاعراض الانسحابية وممكن علاجها من غير الم؟ اعراض الانسحاب دي مرحلة كده الناس بتبقى ليها مسميات مختلفة، لكن هي بيقولوا عليها اعراض انسحاب، بيقولوا عليها ديتوكس، بيقولوا عليها ديتوكسيشن او فترة الاعراض الانسحابية، لان اي مخدر بيخش جسم البني ادم خروجه منه بيسبب اعراض للبني ادم ده. الاعراض دي بتختلف من نوع لنوع، وبتختلف من كمية تعاطي الى كمية اخرى. والحقيقة ان الناس زمان ما كانتش بتتعامل مع الاعراض الانسحابية دي بشكل فعال، فكان ده من احد الاسباب اللي بيخلي المدمن مش قادر يكمل العلاج ويرجع تاني للانتكاسة زي ما بيقولوا. لكن الدنيا اتطورت جدا السنين اللي فاتت، وابتدى يبقى في انواع كتير جدا من الادوية بتعالج اعراض الانسحاب بشكل جيد جدا، وفي نفس الوقت زي ما بيقولوا كده بدون الم. مش هنقدر نقول بدون ألم تماما، لكن هنقدر نقول إنه هو في أخف درجات الألم الممكنة، ودي بتختلف من نوع دواء لنوع آخر. لكن الحقيقة في القضية بتاعت المخدر إن المخدرات بأنواعها المختلفة بتختلف بقى في أعراض انسحابها. يعني مثلا الشخص اللي بيتعاطى مواد مخدرة عن فيتامين زي الكبتاجون وخلافه، أعراض انسحابه بتكون يمكن أكثر تأثيرا، بيكون أكثر تعبا، بيكون عنده الأعراض ظاهرة بشكل كبير، مدمن الهيروين بنفس القضية. لكن إن الفكرة إن الناس بتبقى شايفة، أو بالذات المدمن بيبقى شايف إن المرحلة دي هي أصعب مرحلة بيعدي بيها، والحقيقة فعلياً المرحلة دي هي أبسط مرحلة لعلاج الإدمان، لأن حقيقة الأمر في أدوية دلوقتي موجودة ممكن ياخدها وما يحسش أصلاً بأعراض الانسحاب أو درجة قليلة جداً من الآلام، ويعديها بشكل سلس جداً. لكن هي بتبقى محتاجة رعاية طبية متخصصة، وبتبقى محتاجة كمان زي ما بيقولوا كده جو ومكان مهيئ فيه ان هو يتعامل مع الأعراض الانسحابية دي. هذا البرنامج برعاية